مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير مطبل للحمص بالشمندر. عنا علبة حمص، صفيت المي منها اكيد، تركت بس نص كوب مي من الحمص، وعنا حبة شمندر بهيدا الشكل، ملعتين طعام عصير حامض، واربع معالق طعام طحينة، حبة ثوم، ونص ملعقة صغيرة ملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. كمان بقطع الشمندر وبحطها، تركت مي على جنب، اذا احتجنا بنستعمل من المي فوق الخلطة. بسم الله. اللون طلع كتير فاتح، رح حط بعد شوية شمندر، كمان برجع بطحنهم مع بعض. هيدا اللون المطلوب. ما استعملت المي انا عشان الشمندر غنيني استعمل المي. منضل نزيد شمندر ومنطحن حتى نحصل على اللون المطلوب. منزين الصحن مع بعض، منرش كمان زيت زيتون. بهيدا الشكل هيدا مطبل الحمص والشمندر اللي عملته انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.